على والله بالكاشير البطلة، اتحداك يا كشخة. ويلكم يا اهلا وسهلا، وش تحبوا تطلبون؟ وش البست سيلر عندكم؟ يقرا ام المراحل الصعبة، وش ذا الكلمة بعد؟ انت خلك ساكت، خلك جنبي وكل شيء بيضبط. متوفر عندنا فلاورد انجلش اكس ولاكجري فلافيل بصوص الرمان الاستوائي. رمان وفلافل، وش هالمعدة اللي تتهضمه؟ وسبيشل وايت شكشوكة، واشهر طبق اكسكلوزيف كبدة. كبدة؟ خلاص، عطينا من كل طبق قلتيه واحد. تامر، ما تقول الفلافل تجيب القلون والان طالب فلافل؟ هذيك الفلافل هذه لاكجري فلافيل. فلافيل تعرفها انت؟ اي والله جديد تنعلي. حسابكم 300 ريال. وراه 300 فطور. طالبين ربع تعيس حنا. وصادق شكل المحاسبين على السرة كله. اقصد اللاين. اللاين. هلا والله من مطعم البطل. يا عيال اذا هذه مقبلاتهم شلون طلبنا اذا جاء؟ هذا هو طلبنا. وش هو؟ هذا اللي ب 300 ريال؟ الله لا يربح. اسكت يا بزر، فشلتنا. ايه بس هذا ما يشبع. مو بلازم تشبع، اهم شيء افطرنا في محل كبده محتوى يا ابوي. وبطني مهبول انت، كم مره اقول استق الباب قبل ما تفتحينه؟ عقل قم، خلصت النوم علينا، ودني سيارتي خربانه. وين بتروحين؟ ابى اروح كافي مع صديقتي. خلاص خلي خويك تستمرس. ايه بيتهم في البديعه وبيتنا في الشمال. لا يا شيخه، اكيد الكافي حقكم بالشمال، مستحيل تروحون كافي بالبديعه. يعني كذا ولا كذا، هي جايه للشمال، خلاص خليها تمرس على طريقها. اوريك، خلك قدها، الايام بيننا وشاحني تحلم فيه. اقول دزيها بس، انقلعي. النشبه ذا يبيك. على تروك، ابشر بي، ارسلي اللوكيشن بس. سلامات، وراك كتبت بواري. جابك الله بالحلال، لي ساعة واقف وفي واحد مقفل علي، شوف لك حل. حل الموضوع علي. من صاحبة السيارة اللي مقفل على الجيب؟ شراك رايت السيارة بنت. أكيد بنت، سيارة صينية وكلها حكات، واضح انها حقت بنت. ايوه سيارتي، وما راح اطلعها، انا في اللاين من العصر، وبالاخير يجي خويك يخليني اعيدها، خليه ينتظر. سلامات، من العصر هنا رايحين استاد الملك فهد. بايخ.